احنا معانا احمد احمد جلال. احنا جالنا يعني توصيه من الدكتور محمد شهاب اخويا وصديقي العزيز. احنا ما شاء الله احنا كانت عمليه تهتك في الاوتار بتاعه الايد كلها، كانت حادثه كبيره، وطبعا كان في مشكله في كل حركات الايد من اول الكتف لحد الصوابع. كان جاي لي منهار ومامته كانت بتعيط وكانوا مش مصدقين ان احنا هنوصل لكده. احنا عملنا حوالي 8 جلسات والدنيا بقت زي الفل ما شاء الله. نرفع من الجنب، شايفين يا جماعه؟ اقفل افتح الكوبا، ما كانش عايز يتني خصوصا مع الجراحات الكتيره اللي في المكان ده. اتني كمان للاخر، نفتح نضم نقفل. ده بعد 8 او 9 جلسات خلصنا الحاله، كانت صعبه جدا. اهم حاجه انك مبسوط والف الف شكر وكتر خير. ربنا يخليك. وانت يا حاجه اهم حاجه. انا مبسوطه والحمد لله، وربنا يا رب كده يسعدك في اولادك وربنا يباركلنا فيكي ونشوفك في احسن مكان يا رب. ربنا يا رب بالحق اللي انت عملتيه معايا بجد يا رب، ربنا يعوضك بالخير يا رب يا حبيبتي. ماشي والله، والاستاف اللي معاك كله جميل والله، من عند ايمن لمياده العزه كلهم والله، والدكاتره والله بصراحه ربنا يبارك لك فيهم وربنا يديهم لك وربنا يصلح حالك. امين يا رب. امين ربنا يصلح. شكرا يا احمد. شكرا.